أهلا بكم إلى السابعة وفيها. بعد توقيع اتفاقية أوروبية ليبية لتدريب خفر السواحل الليبي، التدريبات تنطلق خارج المياه الإقليمية. إحدى سجنات غرناطة تفارق الحياة متأثرة بمضاعفات سجنها الذي تجاوز سنة. في مواجهة الزمن والحدث، معصرة للزيتون في القلعة يقارب عمرها 700 سنة. بعد إعلان الاتحاد الأوروبي نهاية الأسبوع الماضي، بدأ عمليات تدريب عناصر خفر السواحل في ليبيا والقوات البحرية الليبية ضمن مهام عملية صوفيا التي يقودها الاتحاد الأوروبي في المتوسط، حسب ما نشرت وكالة آكي الإيطالية للأنباء. انطلقت عملية التدريب خارج المياه الإقليمية بحسب ما أكد للسابعة أمير خفر السواحل الليبية في مصراته، مضيفا أن عدد المستهدفين بهذه المرحلة من التدريب 87 متدربا، حيث أن التدريبات تأتي على مراحل، مدة كل مرحلة 4 أشهر. وكان بيان صادر عن المجلس الوزاري الأوروبي بهذا الشأن قال أن عملية التدريب تأتي ضمن برنامج متكامل للاتحاد بشأن ليبيا، بالإضافة إلى مهمات صوفيا في المتوسط والرامية إلى تعطيل نموذج عمل مهربي البشر وإنقاذ حياة المهاجرين. حول هذه العملية وتفاصيلها ينضم إلينا عبر الهاتف آمر خفر السواحل للمنطقة الوسطى العقيد رضا عيسى. سيد رضا، أهلا بك. أهلا بك سيدي الكريم. نعم، يعني اليوم تنطلق سيد رضا عمليات الاتحاد الأوروبي لتدريب خفر السواحل الليبية، يعني لو تضعنا في تفاصيل هذه التدريبات. طبعا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه التدريبات نتاج لمجهودات بالاتصال ببعثة الاتحاد الأوروبي وقيادة عملية صوفيا، طبعا توصلنا لاستحداث هذا البرنامج وهو تدريب عناصر حرس السواحل لرفع الكفاءة الفنية والقتالية. طبعا ليبيا شريك أساسي لدول البحر المتوسط، من الضروري رفع الكفاءة لضباط وضباط صف وجنود حرس السواحل. فتم توقيع مذكرة تفاهم بهذا الخصوص لإجراء تدريبات بالبحر لمدة 4 أشهر لكل مجموعة. كل مجموعة تستهدف 90 متدرب. المجموعة الأولى صعدت على ظهر السفينة سان جورجو يوم الأربعاء الماضي، بدأ في عمليات التدريب، وبالفعل بدأت عمليات التدريب والأمور الحمد لله على أحسن ما يرام. طبعا التخصصات في جميع أنواع التخصصات البحرية منها الملاحة والاتصالات والعمل البحري وعمليات اقتحام السفن، عمليات اعتراض السفن، أي سفن تهريب وبجميع أنواعها، صيانات ضرورية للقطع البحرية، اللغات وكل ما يتعلق بالعمل البحري. طيب يعني مدة التدريب كاملة العقيد رضا، وأيضا يعني هذه العملية عملية تدريب تأتي ضمن برنامج متكامل للاتحاد، إذا كانت لديك تفاصيل عن هذا البرنامج الكامل أيضا. نعم سيدي الكريم، بالنسبة للتدريب طبعا كما أسلفت سيكون لمدة 4 أشهر لكل مجموعة إلى حين انتهاء أعمال عملية صوفيا. وطبعا هناك تدريب على الأرض لمجموعات أخرى، لا أنسى المدة القادمة إن شاء الله سيكون هناك بداية لتدريب مجموعة من الضباط لليونان لتطوير كفاءاتهم. هناك عدة برامج تدريبية تستهدف أعداد كبيرة إن شاء الله من حرس السواحل، وهذه التدريبات طبعا من ضمن برنامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي. عند هذه النقطة عقيد رضا، يعني ذكرت أن الرقم 78 متدرب، هل هو هذا العدد الكلي المستهدف أم هي مجموعة أولى؟ يعني وأيضا كيف تم اختيار هؤلاء العناصر من خفر السواحل؟
لا بالنسبة للعدد طبعا 87 هو تم اختيار حسب التخصصات وحسب الضبط والرابط العسكري. هناك طبعا معايير تتطلب ترشيح أي متدرب مدة الخدمة. هناك عدة معايير، أن يكون خاضع لحكومة الوفاق الوطني، أن هناك عدة معايير، وطبعا التدريب يستهدف أعداد كبيرة إن شاء الله. نحن نتوقع أن يصل العدد إلى 700 متدرب إن شاء الله. طيب بعد انتهاء عملية التدريب العقيد رضا، لابد يعني أن هؤلاء العناصر بحاجة إلى قطع بحرية، هل من حديث عن قطع بحرية جديدة أو أيضا القطع البحرية الليبية المتواجدة في إيطاليا وعددها 8 قوارب تقريبا؟ شكرا لك على هذا السؤال سيدي الكريم. طبعا نحن نطالب من مدة وفي جميع اتصالاتنا مع الجانب الإيطالي وعن طريق الاتحاد الأوروبي بتسليم الزوارق الموجودة لغرض الصيانة في إيطاليا. فهناك موافقة مبدئية على أن يتم ذلك بعد انتهاء تدريب المجموعة الأولى. سيتم التوقعات أنه سيتم تسليم هذه الزوارق، وهي 4 زوارق موجودة في إيطاليا. هناك زوارق أخرى حتى نفس الشيء جاري النقاش في هذا الموضوع على يتم تسليمها لليبيا، هي تخص ليبيا حسب الاتفاقية الليبية الإيطالية، نوع من المساعدات في السابق، ولكن موجودة الآن في إيطاليا لغرض الصيانة. فنتوقع إن شاء الله خلال شهرين أو 3 القادمات أن يتم تسليم هذه الزوارق. طيب عن التدريب العقيد رضا، وهو السؤال الأخير، يعني هل هذا التدريب فقط يعني التعامل مع المهاجرين في البحر ومهربي البشر، أم أيضا لحماية الحدود البحرية لليبيا؟ لا، هو بالنسبة للتدريب لا يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية فقط، فكما أسلفت هناك تدريبات على العمليات الخاصة، اقتحام السفن، اعتراف السفن، أي سفن التهريب، الأمر يتعلق بالتهريب بحماية الساحل الليبي، حرص سواح المهام ليست الهجرة غير مكافحة الهجرة غير الشرعية فقط. هذا جزء بسيط من مهام حرس السواحل. مهام حرس السواحل الرئيسية هي حماية الساحل الليبي من النهب والسرقة والتهريب ومكافحة حتى مكافحة الإرهاب الموجود بالبحر المتوسط، عملية تنقل المجموعات الإرهابية، نفس الشيء الهجرة غير الشرعية. هذا موضوع إنساني طبعا، هناك بشر يموتون بالبحر، ولكن هذا جزء بسيط من اعمال حرس السواحل، حمايه المنصات النفطيه، حمايه السفن الليبيه، حمايه المنطقه الخاضعه لسياده الدوله الليبيه، ومنطقه حمايه الصيد، وهي منطقه كبيره جدا. فالتدريب يتعلق بكل هذه الامور. امر خفر السواحل المنطقه الوسطى العقيد رضا عيسى كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام بعد الفاصل. إحدى سجينات غرناطة تفارق الحياة متأثرة بمضاعفات سجنها. أهلا بكم. شيع اليوم عصرا بميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس جثمان إحدى السجينات السابقات بسجن غرناطة متأثرة بمضاعفات إصابتها نتيجة لفترة السجن التي قضتها في غرناطة والتي تجاوزت السنة. السيدة فريدة قضت آخر أيامها في مركز طرابلس الطبي بعد تدهور صحتها إثر خروجها من السجن في شهر رمضان الماضي بعد نجاح جهود اجتماعية في إخراجها من غرناطة، غير أنها خرجت في حالة صحية حرجة. أنا الحقيقة جيت أشارك الناس في توديع أم للليبيين، أختي و أمي في نفس الوقت السيدة فريدة البرغثي، التي الحقيقة نالها ما نالها من أذى، وهي مرأة عجوز يعني نال الأذى كل النساء، وهذه الشريحة الآن أصبحت
يفترض أن تفتح الإعلام أمامها ملف كبير. نتمنى أن تكون هذه هذا الجسد الطاهر اللي ودعناه اليوم بألامة رغم معاناته للسجن، هي دفعت حياتها في سجن وفي فراق لأحبابها أبنائها الأبطال. حول ما تتعرض له النساء في بنغازي وفي سجون الكرامة، ينضم إلينا أو تنضم إلينا عبر الهاتف السيدة عزيزة، أم للشهيدين وإحدى نازحات بنغازي. سيدة عزيزة أهلا بك. أهلا وسهلا بك. نعم، يعني هذه ظاهرة ربما تعتبر جديدة سيدة عزيزة على المجتمع الليبي، ألا وهي سجن النساء في سجون الكرامة. كيف تنظرين وأنت من مدينة بنغازي وأم لشهيدين وأحدى نازحات المدينة إلى هذه العملية؟ والله شيء يؤسف ويقطع القلب أن النساء في سن السبعينات يتم أسرهن وسجنهن تعذيبهن في السجون ويمنع عنهن دواء حتى يكون سبب فيها في موت هذه المرأة الطاهرة الشريفة العفيفة، ولن تسجن لأي جريمة ارتكبتها وإلا لأنها أم مقاتل في سبيل الله. يعني هي ما درتش حاجة غلط، يعني لغاية ما هم يجوا يسجنوها ويعذبوها بدون أي سبب. يعني يا ريت يمسكوا عليها دليل واحد إنها مرتكبة خطأ، يعني وأسفها. يعني إذا كان في العهد أبو جهل رفض يخش عليه بيت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال حتى لا تقول العرب إني قد روحت بنات محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أبو جهل اللي كان ما يعبدش الله سبحانه وتعالى، فما بالك نحن المسلمين المفروض ما نكونش بالطريقة هذا. وهذا شيء يترتب عليه كل من استباح أعراض المسلمات وتم سجن. يعني يا أهل الكرامة، يلي تدعو الكرامة، يلي تصفقوا الحفتر، توقعوا الأمر هذا حيكون فيكم وحيكون في نسائكم، لأن اللي يستبيح إحنا كلنا ليبيات وإحنا كلنا مسلمات، اللي يستبيح مرأة في السبعينات خلاص ما عادش يفرق بين من مع ومن ضد. والدليل على ذلك الشرطيات اللي تم الاعتداء عليهم، خطفهم تم الاعتداء عليهم، هذين ما هنش غيرهم ثوار ولا هن مرتكبات أي حاجة، لكن خلاص هم اعتادوا الأمر هذا أصبح شيء عادي عندهم في المجتمع البنغازي. يعني والأسف هذا شيء قطع القلب، يعني نحن نوصل هالمرحلة هذه. بالعكس المرأة المسلمة وخاصة في ليبيا، يعني كل ما تكبر في العمر كل ما يكون هالتقدير أكبر. يعني لما تكون في بيت أهلها، لما تكون عند زوجها، كل ما تقدم، لما يكون عندها أولاد، لما يكون عندها أحفاد، كل ما تكبر في السن. يعني كنا نعرفوا الشايب في الشارع، شايب الشارع الجميع يحترمه ويقدره. كيف مرأة كبيرة كان العيال لما يشوفوا حد كبير في الشارع نعلمه في عيالنا، وهل نعلمونا بالطريقة هذه؟ إحنا عرب بنغازي اللي نعرفه في الأصول، عيال الأصول. نعم. إن الرجل الكبير ومرأة كبير لها كل تقدير واحترام. يعني عند هذه النقطة سيدة عزيزة، وأنت من سكان مدينة بنغازي قبل النزوح، يعني لم تعرف بنغازي بهذا التمزق للنسيج الاجتماعي، لماذا نجحت الكرامة اليوم على الأقل يسكت سكان مدينة بنغازي على هكذا حوادث؟ شهدنا سجن للنساء وأيضا اقتحام للمنازل عائلات، ويعني لماذا السكوت اليوم من أهالي مدينة بنغازي على هكذا حوادث وجرائم؟ والله نفس الشيء، أنت عارف يا أخنك شايف القبض على سياسة تكميم الأفواه والقبض والاغتيالات للشباب ورميهم في القمامة. يعني شوف أصبحت جثة الأبرياء والطاهرين وأهل القرآن في القمامة، يعني فأصبح هذا حاجة من الأشياء، شيء من الأشياء اللي ترويع والخوف والقبض على النساء، يخاف الواحد على عرضه، يسكت نتيجة أنه يخاف على عرضه. حاجة من الحاجات أصبحت يعني ولم نجد المجتمع المدني في بنغازي نقول لهم وين يا أخواتنا في المجتمع المدني اللي كنت لما حيط أطيح تقلبوا الدنيا، تو النساء اللي المفروض أنت الأول ما تهتم بين إلا النساء اللي زيك اللي ينسجن بدون أي تهمة، المفروض أنت تصبن دافعا عليهم. وين حقوق الإنسان؟ حتى حقوق الحيوان إحنا سوق دافع علينا، راضيين بين حقوق الحيوان دافع علينا كنساء. يعني في ليبيا بعد نسمعوا فينا في قرنيادة 400 سجينة، هنا الهون شندارا هذينا يعرضون ويقولوا شندارا هذينا، شندارا هذينا نساء، هذينا عرابنا هذينا. يعني شيء يعني أصبح المجتمع الليبي صراحة شيء مخيف جدا، يعني اللي وصلنا له هذا، وصلنا تمزق في النسيج الاجتماعي في الدين، حتى الدين أصبح يعني وين إحنا من الدين؟ وين هل يجوز في الإسلام المرأة تسجن بدون سبب؟ إنسان يسجن بدون سبب؟ هل يجوز ان هنا تتعرض للتعذيب النفسي والقهر النفسي داخل السجون والتعذيب الجسدي؟ طيب سيدة عزيزة، يعني السيدة فريدة رحمة الله عليها ليست الوحيدة في سجون الكرامة، هل من معلومات لديك عن سجينات أخريات، عن أوضاعهن، عن طريقة سجنهن ومعاملتهن، وأيضا عن التهم الموجهة لهن؟
أغلبية التهم أنهم يا أما بناء عيالهم من مقاتلين ومن الثوار ومن الشهداء أو أبنائهم شاركوا في ثورة 17 فبراير. يعني هذه تهمة تسجن عليها المرأة والرجل أصبح والطفل. يعني آخر حاجة الطفل اللي سمعنا عليهم خطفوه من قدام في بنغازي خطفينا وتلقوا جسمنا في القمامة يعني من قدام البوسكو يلعب مع الأطفال. يعني لهالدرجة يعني. والعدد هو وصل تقريبا آخر حاجة نسمعتها كانت 400 سجينة. وش يعاني عن كل أنواع التعذيب؟ يمنعوا عليهم في الأكل، يعذبوا فيه، قهر نفسي، تعذيب جسدي، يمنعوا من الزيارة عليهم. وفي سجينات كانت في غرناطة وتو قعدت موجودة في المنطقة الغربية، لكن هنا رفضت أن يطلع في الإعلام. أنا أتمنى أن يطلع في الإعلام، أتمنى أن ندير تقارير ونقدموهم لحقوق الإنسان، لكن هنا رفضت. أنا أتمنى يا ريت حاولت نتصل بهم ونجيبهم باش يحكم، لكن هنا خايفات عليها اللي غادي. يعني فيه سجينات هنا موجودات في المنطقة الغربية كان في سجون. نعم. في سؤال أخير سيدة عزيزة، يعني عادة الدور القبلي ما يلعب دوره في ليبيا، لماذا برأيك تتخلى القبائل اليوم عن أبنائهن أو أبنائهم أو بالأحرى بناتهن يعني ليتمكن حفتر من سجنهم داخل السجون؟ والله بأسلم أغلبية النازحين أو أغلبية اللي تم سجنهم هم أغلبيتهم أصولهم المنطقة الغربية، فما عندهمش قبائل، ما عندهمش قبائل وأصول في المنطقة الشرقية، فهذا بقريش بسهولة تم طردهم وطرد وتم اختطاف نسائهم والقبائل اللي سلمت حتى في عيالها هي تبي توصل للسلطة، وهي واخذها حفتر كوسيلة مرحلة وحتى ينتهن. وفعلا يعني شفنا قصة بردة وانتهت، بدأت وانتهوا والقبائل بدأ ينتهن وبدأ حفتر يظهر في الشاشة بروحه وبدأ كل اللي حواليه آخر حاجة بقعيس تم تفجيره. نعم السيدة عزيزة، نعم شكرا جزيلا لك على انضمامك معنا، إحدى نازحات بنغازي وهم لشاهدين. مشاهدينا الكرام بعد الفاصل. في مواجهة الزمن والحداثة، معصرة للزيتون في القلعة يقارب عمرها 700 سنة. أهلا بكم من جديد. في صورة معبرة عن القدرة على الصمود في وجه الزمن والحداثة، تستمر معصرة للزيتون في مدينة القلعة في مواجهة هذه المتغيرات، حيث أن عمر المعصرة يقارب 700 سنة. الحاج عبد الله عيسى أبو قصاعة يروي للسابعة القيمة التاريخية والأثرية لإحدى أقدم معاصر المنطقة. هذه معصرة لقبيلة معينة من القلعة يعني، ومن اللي نعرفوه على أهله أن عندهم حوالي 700 سنة من عائلة خليفة ماجر، قادمين من وادي زليط من خليفة ماجر اسمهم. هذه اللي أسسوا المعصرة هذه، والمعصرة هذه تكون هنا من مبنى كبير وتكون من لابد من جمال. والمعصرة كما تشوف فيها يجيبوا الزيتون يحطوه في حوض كبير وفي مقياس، يقولوا احنا بالجبالي مادين بالعربي قفة صغيرة ينهضوا فيها ويكتحوا تحت القرقافة هذه، وجمال اللي يدور عليه ويقرقفوا، بعدين يلمدوا على الصهر ويعبوه في الشوامي زي الشوامي اللي موجودات تحت الصهر هذايا، ويعلقوا الصاري اللي عند فوق وينزلوه، ينزل الصاري الزيت هذا كيتمد بشوية، لما خلاص الزيت بقول يعلقوا له حيطة اسمها البنتال، الحيطة هذه يجي 2 طن فيها يعلقوها فيه ويظل ينزل. هذا اسمها ليلة، 40 مرضى اسمهم ليلة، يعني الجمل اللي يقر في الليلة هذا اسمها الليلة يعني، وفلان والله يقرقب ليلة يقرقب ليلتين، يعني 40 مرضى هذا مقياس الليلة، يعني هذا الجمل اللي يقدر عليهم في الليل يقرقبهم من هو الليل يعني الصبح، والصبح يعلقوا الفتور هذيك العصيرة كي يلمدوه يديروه في شوامي ويتعصروا، يقعد لي عند المغرب، المغرب الزيت نتاع صافي، الجمل يبدا يقرقب مرة ثانية ومرة واحد واحد واحد، وفي جرة كبيرة ترفع الزيت داخل، وفي معون صغير حدا القرقاب هذا لما يتعبى الزيت يغرفوه، يعني من زيت يطلع من تلقاء نفسه، لأن زيت زيتون باهي ويظل يروح. ويحب يمشي وماشي الحكايه هذه الليل كل وجمل اللي يدور وعيونه مغمضات، يدور على القرقاب وعيونه مغمضات يمشي ماخذ عليه، واللي متكلف فيه زي ما قلت استاذ، احنا نقولوا وزداد او زداد، هذا المتكلف المعصره والشغل نتاعه وكل شيء على ماشي بالنظام،
وبرا وزيت الصبح صاحب الزيت بعد يتلقى الزيت نتاعها يعرف الزيت نتاعها ويرفعه ويوصله. وكان في عادات وتقاليد، انا صاحب اللي يقرقب ليله ليلتين لازم بيعزم صاحب المعصره ده يدير الغداء ولا العشاء. رشاد، في رشاد احمر وفي رشاد اصفر، وفي اصفر من رشاد الاصفر ما يجيش لان الاصفر يدوب، هذه رشادة خاصة زي رشادة الرحي. هذا في احنا مقطع نقول تينوبيين في جفارة لوطة او من جادو يجيبوها، جادو فيها مقطع اسمه مقطع رحي، جناون اسمهم جناون يصنعوا هذه صنعة من رحي، يعرفوا الرشادة اللي هي تتحمل هذه حتى لما تتخبش ولا حاجة ينقشوها وتولي كأنها جديدة. انا معاهم لي مدة سنة واحنا نكافحوا ومجهود ذاتي، وان شاء الله ربي يسخر وان شاء الله ربي يرزقنا من يعتني بها الاثار ويعتني بها المبادئ القيمه والتاريخ، يعني تاريخ هذا يحيى تاريخ ماذا به، يعني تراث ما كيفاش تراث اللي ما عندهاش ماضي ما عندها مستقبل. السابعه انتهت الى اللقاء.